السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. النهارده احنا في حفل اطلاق السياره الرياضيه الاستثنائيه اكس بينج من شركه رايا، ومعانا الاستاذ محمد فخوري. حبيبي انا حابب ان انت النهارده تعرفنا سريعا بالسياره على ما نبقى ان شاء الله ناخدها في تيست درايف ان شاء الله مفصل ان شاء الله. حبيبي. احنا كده كده بنطلق النهارده علامه اكس بينج في مصر، تمام، عن طريق وكيلها الوحيد في مصر شركه رايا اوتو ان شاء الله. تمام. نازلين النهارده بعربيتين البي 7 اللي انت شفتها، اللي هي السيدان. تمام. سيدان سبورت سيدان، بتنزل بتو فيرجن، تو ويل درايف، بتطلع 276 حصان، وفي منها فور ويل درايف. هنفرج الناس على العربيه وانت بتكمل كلامك عادي. الدرايف دي اللي هي دلوقتي احنا بنتفرج على النسخه البي 7 بالظبط كده. دي النسخه دي السيدان والثانيه اس يو في بالظبط كده. دي 276 حصان. 276 حصان من 2,300,000. 276 حصان وسعرها بيبدا من كام؟ 2,300,000. 2,300,000 دي اللي هي الفئه الستاندرد بالظبط، الريل ويل درايف ال 276 حصان. تمام. بقى العربيه الثانيه اللي هي دفع رباعي للعجلات عشان بيبقى فيها تو موتور كهرباء، دي ب 473 حصان. 473 نفس البي 7 ولكن دفع رباعي. نفس العربية بالظبط. نزل الابلكيشن. تمام. حاجة تانية طبعا عربيتنا كلها ب 8 سنين ضمان او 160,000 كيلو. بالنسبة لعربيات الكهرباء؟ بالنسبة لعربيات اكس بينج. غير الارقام بتاعة الاداء بيبقى مهم قوي المدى بتاع الشحنة الواحدة، وفي نفس الوقت كمان الوقت بتاع الشحنة. دي أكتر حاجة يمكن بنهتم بيها في السيارات الكهربائية. فيا ريت لو تعرفنا المدى بتاع الشحنه الواحده بيكون قد ايه تقريبا؟ على البي 7 575 كيلومتر. 575 كيلومتر بالظبط للشحن، بتبقى طيب. فول تشارج. الشنطه من ورا 440 لتر. لما بتفتح محكومه شويه من الجناب بتاعي عشان يبقى في مكان للمواتير الكهرباء الخلفيه لو في دفع خلفي. دي 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 جر خلفي، دي جر رباعي، عشان كده دي هتلاقي شنطتها اعلى شويه. داينا ايدو اوديو، دي داينا اوديو ساوند سيستم طبعا العربيات دي. باور تيل جيت. رايك في العربيه دي؟ حلوين قوي، متحمس لهم جدا عشان حاجه مهمه قوي اللي هي العربيات دي بروتوكول اوروبي بالنسبه للشحن. بالنسبه للشحن وبالنسبه للامان، اذا الفخوري موجود ما مش هنقول بقى. لا ودي نقطه مهمه ان العربيات دي تبقى مطابقه للمواصفات بتاعه السوق بتاعنا ده، دي شيء مهم قوي. حلو. يعني مش بروتوكول صيني، لا بروتوكول اوروبي. مهم جدا يا جماعه. حلو 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 حلو. مكملين يا استاذ محمد مع بعض. تمام كده، ده بالنسبه للبي 7 قلنا بطاريه وضمانها 8 سنين ومش رينج البطاريه. لا انا معلش استاذنك اكد عليك تاني، رينج البطاريه قلنا 575 كيلو. 575 بالظبط. ده الجر الخلفي، والجر الرباعي 505 كيلو. ارقام الاداء تقريبا من 0 ل 100 في كام؟ الجر الرباعي ده احنا بنتكلم في 4 ثواني 1 من 10، وبالنسبه للخلفي بنتكلم في 6 ثواني و7 من 10. ما شاء الله. انا شايف ان برغم العربيه المفروض ان هي سبورت، بس انا شايف ان المساحات الخلفيه حلوه قوي، واسعه جدا. حتى الويل بيز اللي انا كنت بتكلم عليه اطول من المنافسين اللي موجودين في السوق. الويل بيز تقريبا قد ايه؟ هي طول العربيه مثلا بتتكلم في 4 متر 686. لكن مش بتكلم على طول العربيه، انا بتكلم على اللي هو قاعده العجلات. قاعده العجلات هنا اوسع مثلا من السي سيريز واوسع من السي كلاس. تمام اطول يعني. تمام. الابواب كلها فريملس ولا فريملس؟ وكده كده عندنا باكج بيجي فلاينج وينجز، دور البواب بتفتح لفوق. في باكج تاني بيبقى الابواب اللي هي بتاعت فلاينج وينجز. فلاينج وينجز دور زي اللامبورجيني ستايل. ابواب الطايره اللامبورجيني ستايل. طيب. بالنسبه للشاشات دي، الشاشات دي المفروض انها كام بوصه؟ الشاشات دي واحده 10.45 والثانيه 14.64. يا يعني مقربه من 15 انش. بالظبط. دي اللي هي شاشه الانفوتيمنت، تمام؟ وايرلس تشارج طبعا. اكيد. اثنين ولا هو جنب واحد؟ جنب واحد. لا واحد، وتحت الاستورج في تايب سي تشارجر ويو اس بي. هنا في حاجه هنا برضه احب اوريها لك، هي هتعجبك قوي. انت قاعد هنا هتفتح كده. تمام ماشي. لا قاعد جنبك يفتح كده. يا جميله دي. حلو درج المغسله طبعا. اكيد يعني امبيانت لايت والقصص دي هتبقى حاجات بسيطه. انا شايف التحكمات في المقود صغيره قليله. انت كده كده كل حاجه عندك تاتش. تمام. كده كده زرار الفيفرت ده هنا اللي انت بتسيف اي حاجه انت عايزها، دايما بتستخدمها بتدوس على الفيفرت ده. تمام. لما تخش على المنيو كله. تمام. بتسيف الفيفرت اللي انت عايزه هنا. زي كده السبيد دايل مثلا في الموبايل بتسيف. هنا ده بيجيب لي السرعه بتاعت العربيه او الار بي ام او حاجه. ده بان بيانو بلاك بس. لا لا. يعني مش مضيء. لا لا لا. مش مضيء.
سي ديزاين والمواد المستخدمه والنابا ليزر والستيتشنج العربيات كلها زي ما انت شايف كده مفيش. هو فعلا يا جماعه في خامات ما شاء الله يعني جميله قوي في كل مكان. جلد تطعيمات الجلد كتير قوي. المرايه الوسطيه دي تعتيم ذاتي برضو؟ المرايه الوسطيه دي تعتيم ذاتي ولا اه طبعا وزرار الاس او اس. حتى البانوراما دي الماتيريال بتاعتها سانكوبان ده سانكوبان عامل الازاز بتاع فيراري براند سانكوبان اللي عامل البانوراما دي عشان ما تدخلش ولا هيتد. طيب البانوراما دي متحركه ولا ثابته؟ لا دي ثابته بس كده بيتركب لها روف راك لو انت عايز تحمل حاجات لو حد وزن 75 كيلو فوق السقف بيركب هنا بالظبط كده. ألف مبروك يعني إن شاء الله بلس إن شاء الله حبيبي. بالنسبة هنا للهود تحته إيه؟ لا ده كده ده هنا مدام العربية فيها تو موتر فالقدام ده ما بيبقاش ستورج. لو هي سنجل موتر الجار الخلفي هيبقى فيه شنطة قدام بس هنا ما فيش. هنا عشان العربية دي فور موشن أو فور ويل درايف ففي موتور هنا وموتور ورا. لو العربية دي سنجل موتور جر خلفي بس تبقى المساحة التخزينية غير اللي ورا يبقى في مساحة تخزينية. يعني العربية اللي هي تو ويل درايف دي مساحة تخزينية تبقى دي مساحة تخزينية آه. انما هنا بالنسبة للنسخة الدفع الرباعي بما ان مواتير امام مواتير خلفي فهنا ده مظبوط بيبقى مغلق صح. يعني احنا اذا دلوقتي ما فيش اي حاجه نعملها هنا غير ان نزود مواد المساحات بس. انت كده عليك انت مش هتعمل اي حاجه بس اساسا في عربيات الكهرباء انت ممكن تغير فلتر تكييف كده وضمانك 8 سنين على كل حاجه اجزاء العربيه. طيب دي اضاءات ولا دي مجرد انها خطوط ليد ولا حاجه تحت. تانية بس عشان من ضمن الديزاين برضو لو حابب تفوكس عنها لو انت بصيت على الفانوس ده هي دي زراير بيانو اتس بيانو ديزاين نفس زراير البيانو بالظبط. تمام خط الرفيع تمام خط العريض دي نفس زراير البيانو هي واخده الديزاين من كده اصلا. جميل. هل الاضاءات دي بتعمل اشكال على الارض مثلا؟ كلها هي اكتف فرونت جريل. الجريل دي بتبقى اكتف على حسب بتفتح وتقفل على حسب التبريد اللي محتاجاه على حسب السرعات والايروداينامكس. شايف انا كاميرات 360 وحساسات امامي فيها 13 كاميرا 12 وحساسات كاميرا وحساسات جانبي. اذا العربيه دي فيها سيلف باركنج مش كده؟ العربيه بتيجي بكاليبر بريمبو زي العربيات الرياضيه. انا شايف كمان ميشلان بايلوت سبورت 4 ده اعلى انواع الكاوتش اللي متاح للسيارات الرياضيه. المقاس بتاعه كام؟ 245 45 19. المقاس الامام والخلف واحد ولا؟ والكاليبرات دي بريمبو ورا بريمبو بس مش مكتوب عليها بريمبو. انا شايف كمان ان هي ديسكات كمان مهواه من الامام ومن الخلف يعني حتى الديسكات الخلفيه مهواه. نظبط الانترفيو بقى. تمام دي كده البي 7 حابين ان احنا نتفرج على الجي 9 الكاميرا دي ممكن تبص عليها كده وانا بعد كده اقول لك كل حاجه عنها عشان دي النسخه الاس يو في عشان بص في ناس جوه بس لما يخلصوا يبقى معايا.